السلام عليكم. زار البارحة يعني في يوم الجمعة والي ولاية عنابة، إذن زار ملعب عنابة وكذلك زار كل الملحقات، وحيث أنه وقف على مدى جاهزية هذه الملحقات والملعب لموعد الشان. والملاحظ هو أنه فيه عملية كبيرة نتاع الميطواياج نتاع رفع كل المخلفات نتاع الورشات، وهذا دليل على انه الاشغال تقريبا انتهى، يعني دخلنا في مرحله لافينيسيون نتاع الاشغال، يعني تقريبا انتهت كلها ما عدا جزء من الاشغال اللي ما يظهرش في الصور واللي راه متروك الى ما بعد الشام. اذا هذا هو يعني حاله الاشغال ب ملعب عنابه. اترككم في رعايه الله، يحفظه، والسلام عليكم.